مساء النور، مساء الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشوربه كنديرها ساهله وبالخضر اللي متوفره عندكم في البيت. المهم انا غادي نوريكم شنو باش غنديرها هاد العشيه، ولكم الاختيار، كل واحد يزيد فيها الخضيره اللي هو كيبغيها. المهم انا قطعت واحد الكورجيت، واحد مطيشه اون بيتي كاري، بصله، وقطعت الدجاج حتى هو طريفات صغار، وبطاطا قطعتها حتى هي ودرتها في الماء. العطريه البنات كتكتفيو بالملوين، شويه ديال البزار، الملحه، وواحد كنور، كنور على حسب الاختيار، دجاج كل واحد يدير. المهم البنات انا ما عنديش الخزو الجزر، ما عنديش، ما غنديروش، ماشي مشكل. بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا خيزو انا راه كنديرو، غير ما عنديش، ما متوفرش اليوم. المهم دي فوا كنزيد فيها حتى لي شامبينيون، خيزو، القرعه، يعني باش كتجي غنيه بالخضار، وميم طون منين كنغنى غتمشيو معايا وحده بوحده، وفي الاخر كندورها بسباغيتي البنات. غتشوفوا كيفاش كتجي رائعه، وجربوها وغنمشيو وحده بوحده ان شاء الله حتى تشوفوا كيفاش كنوجدها. مرحبا بكم. المهم حبايبي هانتوما كي كتشوفوا في الطنجره ديالي درت جوج معلقات الزبده وشويه ديال الزيت. هانتوما كتشوفوا كنزيد هاد البصيله ديالي، كنزيد هاد البصله، كنخليها كتشحر مزيان هكا. اي البصيله راكم عارفين شويه غير كتنزل كي كنقولوا، ومن بعد كنزيدوا الخضر ديالنا الباقيه. هانتوما حبايبي كتشوفوا من مور ما تصهضات هاد البصيله مزيان وخلات مع ديك الزبيده، كنزيدوا عليها طوماطيش كنزيدوا عليها الطماطم مع الحباب ديالي. هانتوما كتشوفوا هكا محيت هاد البصله مع مطيشه، كيطلقوا ديك الميه الصراحه كيعطيو واحد البنه زوينه. مهم وعاد غادي نزيدو الكورجيت من الفوق، اعتذر على الصداع لكن غير قرقب في الطباصل. مهم مني كنديرو هادشي كامل، من بعد عاد كنزيد لي زيبيس ديالي، هما هادو اللي كتشوفو فوالا. شتي البنات منين كتنزل هاد الخضيره مزيان مع لقامه وداكشي، حركو مزيان حتى ينسجم كلشي، ما ديروا لا ما لا والو البنات، غتخليو هادشي هكا وغادي تغطيو باش داك الماء الصهد ديال الخضره يطلق ويطيبو غير في داك الماء، في الماء ديالهم، وقللوا العافيه البنات ما تجهدوهاش. مهم منين يطيب تحسوا ان داك الشيء طلق لميها وبدات الخضره كتهبط، تما عاد غادي نزيدوا الماء غليان. مهم البنات هانتوما كتشوفوا منين هبطات هاد الخضيره ديالي هكا دابت، كنزيدوا لميها غليانه. كنكبوا هاد الماء يكون طايب البنات ديجا فوالا. المهم دابا غادي نخليو هاد الخضيره تزيد طيب واحد شويه ومن بعد نكملوا المراحل. المهم حبايبي منين رجعت معكم انتما كتشوفوا غادي نحلو عليها، شو تبارك الله هي الخضيره طابت فوالا انتما كي كتشوفوا. هنايا البنات غادي نزيدو البطاطا، صفيتها من الماء فوالا كي كتشوفوا، وغادي نزيد الدجاج ديالي. البنات اللي ما بغاتش دير الدجاج راه ماشي ضروري، اللي ما بغاتش دير الدجاج ماشي ضروري، انا كتعجبني بالدجاج وعندي موجود، قلت علاش لا. فوالا انتما كتشوفوا هكا كتزيدوا البطاطا والدجاج، حيت كيطيبوا هادو خليتهم حتى الاخر، سمحوا لي لانه كيطيبوا بالزربه. ومن بعد غادي نزيد لي بات ديالي اللي قطعتهم هكا طريفات،
وغنزيدهم هنايا حتى هما. انتما كتشوفوا المهم غتحركوا شويه باش دوك لي بات ما يلصقوش مع بعضياتهم. فوالا البنات وغادي نغطيوها حتى يطيب الخضيره ديالنا كامله مع الدجاج ولي بات ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما حبابي كي كتشوفوا الشوربه ديالي وجدات كتجي مع الحامض مع الصرغ فيها غزال. وهانتوما كي كتشوفوا درت لها شويه ديال القزبر من الفوق كتجي مع ديك الخضيره غزاله وصراحه خفيفه ظريفه في العشاء. ننصحكم بها جربوها حبابي وردوا عليا ان شاء الله. راه عرفتي باقا طايبه كتزيدوا عليها هذيك العصيره ديال الحامض راه ما نقول لكمش كي كتجي. وسيرتو لا قومتو هزتو شويه ديال الشامبينيون وداكشي راه ما نعاود لكمش. جربوها بالصحه والراحه ان شاء الله. صبحوا على خير حبابي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وقبلوا على اختكم.